بمبادرة من شخصيات بلجيكية تنتمي لمختلف المشارب، تم بالعاصمة الأوروبية بروكسل إطلاق اللجنة البلجيكية لدعم الحكم الذاتي في جهة الصحراء، والتي جرى اليوم تقديمها لممثلي الصحافة البلجيكية الأوروبية والدولية. هذه المبادرة الوازنة تروم بحسب القائمين عليها دعم المسلسل الأممي الرامي إلى البحث عن حل سياسي للنزاع حول الصحراء في منطقة استراتيجية بالنسبة لبلجيكا وأوروبا، مع الطموح المتمثل في حمل رسالة للسلام. أعتقد أن ملف الصحراء لا يزال غير معروف بالقدر الكافي في بلجيكا وأوروبا عموما، وعلى هذا الأساس قررنا إحداث هذه اللجنة التي تضم على الخصوص ثلة من السياسيين، البرلمانيين، الخبراء، الأكاديميين والفاعلين الاقتصاديين، لأننا نعتبر أن الوقت قد حان لتعبئة الجهود من أجل إيجاد حل سلمي لهذا الخلاف. ونحن هنا ننطلق من مقترح الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب، والذي اعتبرته الأمم المتحدة الأساس الأكثر جدية، واقعية ومصداقية لتسوية ملف الصحراء. وقد أجمعت كافة التدخلات على تتمين هذه المبادرة الرامية إلى تحسيس وتعبئة الأوساط السياسية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني من أجل دعم مكثف للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بعيدا عن المقاربات غير الواقعية والأيديولوجية البعيدة كل البعد عن الحقائق التاريخية، القانونية، الاجتماعية والسياسية المتعلقة بملف الصحراء، لا سيما وأن الأحداث الدولية الأخيرة تظهر اهتماما متناميا بالبحث عن تسوية سياسية واقعية تقوم على التوافق، وذلك تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.